خلينا نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هتنطلق على مدار يومين فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023 تحت شعار البناء على 120 عام من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام منخفض الكربون، واللي بتنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية كحدث رئيسي في أجندة قطاع التعدين الدولية. وهيشهد المنتدى حضور عالمي من المتخصصين والخبراء الدوليين، وبيسلط الضوء على الفرص الاستثمارية بقطاع التعدين في مصر اللي بيشهد تحولات غير مسبوقة في التشريعات والإجراءات والفرص الكبيرة اللي وفرتها الاستكشافات. النهاردة هيتم افتتاح المركز الثقافي التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب بمدينة الشروق. المركز الجديد بيعد صرح ثقافي يضاف لأصول وزارة الثقافة، وتم إنشاؤه على أحدث المعايير ليقدم الخدمات الثقافية لأكثر من 300 ألف نسمة من سكان المدينة. النهاردة هتبدأ أكاديمية الشرطة قبول طلبات الراغبين في التقديم لكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة وخريجي بعض الجامعات للعام الماضي، وده هيكون أونلاين عبر موقع وزارة الداخلية. وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج عمل تستهدف إعداد خريج متكامل من خلال تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب.